صباح الخير جميعا، أهلا وسهلا بكم في هيدي الندوة الثالثة في عام 2024. ومثل ما صرنا بنعرف، وهو الهدف منا أعطائكم المفاتيح لضبط جودة الطحين وجودة العجين. أنا جورج طويل، واليوم بيسعدني أكون معكم تأحكيكم عن كيفية تحسين اختيار المواد الأولية بواسطة استعمال التحليلات التركيبية والتحليلات الريولوجية. خلال المحاضرة بيمكنكم طرح أسئلتكم بمربع الأسئلة والأجوبة الموجود هون، وسأرد على مجموعة أسئلتكم من بعد الندوة. اليوم في حال تعسر معي الوقت وما قدرت أرد على جميع أسئلتكم المخصصة، راح أتواصل معكم مثل العادة على البريد الإلكتروني اللي استعملته للتسجيل بهيدي الندوة، ورد على الأجوبة على الأسئلة اللي تبعولكم. وأيضا رح نعمل تسجيل لكن لهيدي الندوة، ورح يوصل لكم التسجيل الفيديو. خلوني اليوم ابتدي الندوة تبعولي بمقدمة بسيطة عن المواصفات اللي يجب أن يتحلى فيها الطحين لصناعة الخبز. طيب، إذا بنطلع على الصفحة هون ومنشوف إنه إذا بنعمل بحث سريع على الإنترنت لنعرف شو هني المواصفات اللي يجب أن يتحلى فيها الطحين لصناعة الخبز، منشوف إنه الأجوبة بأكثر الأحيان هي مرتبطة مثلا بمواصفات فيزيائية مثل نسبة البروتينات، نسبة الجلوتينات، مثل ما عم نشوف كمان هون بهذا الجدول، منشوف إنه هي كمان مرتبطة مثلا بنسبة الرماد، بحموضة الدهون، وببعض الأحيان ببعض مؤشرات ريولوجية. لكن هون نحن بنسأل نفسنا إنه هل اليوم هيدي المؤشرات الفيزيائية المبنية مثلا بعض الأحيان على البروتينات هي رح تكون كافية لنعمل مثلا نحن تحضير سليم للطحين ونعمل تسليم سليم للخبازين لنقدر نعمل ضبط لجودة المنتج النهائي. خلوني بالصفحة القادمة شوفيكم كيف هيدي الطرق التقليدية، يعني باستعمال بعض الأحيان المواصفات الفيزيائية رح تلاقي هي حدودها، وبعض الأحيان كمان رح تعمل هي تشويه بعملية التفسير. طيب، إذا بنطلع على مجلة البيكنج بزنس اللي كتب بهيدي المجلة لصناعة خبز الساندويتش الأبيض، لكن هون علينا نستعمل طحين أبيض يكون عنده نسبة بروتينات تتراوح بين 10 و11.5. وأيضا كتب بهيدي المجلة أنه إذا الخبازين اتبعوا هذه الخطوات بأكثر الأحيان بالعموم أنه هني راح يكون عندهم نجاح بعملية الخبز، يعني المنتج النهائي راح يكون جيد. طيب، هيدي الأشياء النظرية اللي كتبت ببعض المراجع. نحن من جهة تانية عملنا بعض الدراسات المخبرية، هون قمنا بفحص أداء 150 عين من الطحين الأبيض لفحص أدائهم لصناعة الخبز. النتائج اللي حصلنا عليها عم شوفيكم يا هون بهيدا الرسم البياني، عم برسم لكم نسبة البروتينات بالنسبة لخصائص المنتج النهائي. إذا بنطلع على هيدول الطحينين اللي محوطهم باللون الأحمر، بنشوف إنه هيدول الطحينين عنده نسبة بروتينات قريبة. الأول على الشمال عنده نسبة بروتين 10.1، والثاني عنده نسبة بروتين 11.1، لكن هني بيتبعوا الخطوات المكتوبة بهالمجلة. إذا هلا بنطلع من الميل الثاني على مواصفات المنتج النهائي، مثل ما عم نقدر نشوف انه هيدول الطحينين عم بيعطوا منتجين مختلفين تماما، يعني من حيث الحجم هيدا عم نشوف حجمه اصغر من الخبز اللي على اليمين، وايضا من حيث الملمس والهيكل الداخلي مثل ما عم نشوف واللون. فكمان هون لكن اللي فينا نبلش نستنتجه انه اليوم هو مؤشر نسبة البروتين هو شيء مهم، بس اليوم هو مش كافي لا يقدر يعمل ضبط لجودة المنتج النهائي. فرح نشوف انه احنا بحاجة لنزيد لنعمل نستعمل كذا نوع من المؤشرات من الطرق لحتى نقدر نعمل ضبط للجودة. بدراسة مختلفة أخرى كمان هون
عملنا استطلاع رأي لعدد من الخبازين، وسألنا هالخبازين إنه هالحدث معكم بيوم من الأيام بالرغم من استيفاء الطحين للمواصفات المخبرية، وجدتوا مشاكل خلال عملية الإنتاج. الأجوبة اللي حصلنا عليها كانت مفاجئة. اللي شفناه إنه 96% من الخبازين أعلنوا وجود مشاكل خلال عملية الخبز بالرغم من استيفاء الطحين للمواصفات المخبرية، وفقط 4% أعلنوا إنه لا وجود مشاكل. فهون كمان هيدي شيء دليل تاني بيخلينا نشوف لكن في عوامل أخرى مش بس مرتبطة بالطحين، عوامل تانية خارجية هي كمان بتأثر على جودة المنتج النهائي. طيب إذا بنطلع على صناعة الخبز، وإذا بنحاول نسهلها نعملها بطريقة سهلة، يعني فينا نقول اليوم عملية الخبز هي عملية تحويل المواد الأولية بواسطة طريقة معينة إلى منتج نهائي. وفينا نقول لك أن المنتج النهائي، جودة المنتج النهائي ومواصفاته وخصائصه، لكن هي راح تكون مرتبطة بعدة عوامل. من بين هذه العوامل هي الصيغة أو الوصفة أو الخلطة. يعني بالخلطة في عنا جودة الطحين وجودة المنتجات الأخرى، وفينا نقول كمان هي جودة المنتج النهائي هي مرتبطة بشبكة الإنتاج، بالآلات اللي مستعملة على خط الإنتاج، بدرجة الحرارة والرطوبة خلال عملية الإنتاج من فصل لفصل، وأيضا بالفنيين اللي عم بيقوموا بعملية الإنتاج. طيب لكن مثل ما شفنا لكن في عنا عدة عوامل هي بتأثر على جودة المنتج النهائي، والسؤال هون كيف فينا نحن نقدر نعمل ضبط لجميع هذه العوامل لنقدر نتأكد أو نحصل على سلوك عجين سليم وبالنهاية منتج نهائي جيد. طيب اسمحوا لي شو فيكم النهج اللي عرضته بالحلقات القادمة، للنهج المتبع بشركة كي بي ام، وهو هيدا النهج متعدد الخطوات. يعني هو الفكرة بتبتدي من ضبط جودة المنتج النهائي والعودة للوراء لضبط سلوك العجين وتقييم مواصفات الطحين المناسب، وبالنهاية اختيار القمح المناسب. شوفيتكم إيه خلال العرض خلال هيدي السنة، وبالعرض الأول كيف فينا نستعمل الأدوات البصرية لنعمل فحص وتقييم لمواصفات المنتج النهائي. شوفيتكم بالعرض الثاني كيف فينا نستعمل آلة الميكسولاب 2 لنعمل تقييم لسلوك العجينة وتحديد مواصفات العجينة الجيدة بالنسبة للمنتج النهائي. اليوم بهذا العرض أنا بس رح ركز على شو فيكم كيف فينا نعمل تحسين لاختيار المواد الأولية، يعني من بين أهم شيء هون الطحين، بواسطة استعمال التحليلات التركيبية والتحليلات الريولوجية سواء. طيب خلينا نشوف اليوم شو هي الممارسات المعتمدة لنعمل تحليل للطحين. في عنا عدة أنواع من التحليلات اللي فينا نستعملها. فينا نبدي مثلا باختبارات الخبز. اختبارات الخبز هي تعتبر من الطريق المباشر لنفهم أداء الطحين. المشكلة باستعمال اختبارات الخبز إنه هي اختبارات طويلة، بعض الأحيان غير موضوعية وعند تكلفة عالية. والهون فينا نقول هل في طرق بديلة عن الاختبارات الخبز. اليوم بهيدي الندوة مثل ما ذكرت أنا حركز على الطرق المخبرية، رح شوف فيكم كيف فينا نستعمل التحليلات التركيبية ومع التحليلات الريولوجية لنعمل تحسين لاختيار المواد الأولية ونعمل تقييم لأداء الطحين. طيب رح ابتدي اليوم، رح احكي لك انا عن التحليلات التركيبية. هون رح احكي عن آلة او طريقة الاجري تشيك بلس اللي عم نشوفها على الشمال، ورح احكي عن طريقة الازيماتيك 2. بالنسبة للتحليلات الريولوجية اليوم رح احكي عن الالفيو جراف. طيب اللي بقترحه عليكم هون اعمل عرض لكل طريقة، شو فيكم الرسم البياني، ومن بعد نشوف الاستراتيجيات المتوفرة لإلنا لنعمل تحسين لاختيار المواد الأولية وتقييم لأداء الطحين من أجل ضبط جودة المنتج النهائي. طيب
إذا بنبدي بطريقة الأجري تشيك بلس، شو هيدي هي الطريقة؟ الأجري تشيك بلس هو بنسميها أن أي آر ماشين، يعني هي طريقة بتستعمل الأشعة تحت الحمراء، والهدف منها هي تعمل تحليل لتركيبة القمح أو لتركيبة الطحين اللي راح نحكي عنها هون. طيب كيف تمشي على شو هو مبدأ آلة الأن أي آر؟ بالان اي ار عندنا لمبه هالوجينيه، هيدي اللمبه عم تبعت ضوء، هيدا الضوء عم بيجي هون يضرب بشبكه بنسميها البريزم او الجريتنج سيستم، والهدف منها هي تفصل الموجات موجات الضوء لموجات فرديه، وبعدين كل موجه فرديه راح تروح تضرب العينه، وهالعينه راح تمتص او لا الضوء، وبالنهايه اللي راح نحصل عليه هو رسم بياني بشوفينا امتصاص الضوء بالنسبه لكل موجه فرديه. من بعد ما بنحصل على هيدا الرسم البياني اللي رح نعمل مقارنة مع نتائج حصلنا عليها باستعمال طرق مرجعية، يعني بنسميهم الريفرنس ميثود، وأيضا رح نستعمل عمليات حسابية، عمليات رياضية، والهدف من هيدي العمليات الرياضية اللي رح نعملها على رسم البياني تبع الأنيار رح يعملنا لكن تنبؤ أو استخراج مثلا لبيانات مثل نسبة الرطوبة بقلب الطحين، نسبة البروتينات، نسبة الرماد وإلى آخره. فهيدي هي البيانات اللي بنقدر نحصل عليها اليوم من طريقة الأجري تشيك بلس. اسمحوا لي هلا انتقل لكن لاحكي عن طريقه الازدماتي. قبل ما شو فيكم مبدا الطريقه راح نحكي شوي عن النشا والنشا المحطم. النشا اليوم هو مكون اساسي بالطحين، هو يمثل بين 62 ل 72% من الكميه الموجود بقلب الطحين. خلال عمليه طحن حبوب القمح، فهون عندنا حبيبات النشا هي بتيجي بتنتلف لدرجة معينة، وهيدا اللي بيخلينا نحصل بالنهاية على اللي بنسميه الحبيبات النشا التالفة أو النشا المحطم. ومثل ما عم نشوفوا هون معنا حبوب النشا الأساسية، وخلال عملية الطحن عم يتكسر أصلا من الحبة، وعم بيصير هون يخلق عنا النشا المحطم. طيب كمية النشا المحطم هون اليوم مرتبطة بعاملين أساسيين، هي مرتبطة بصلابة حبة القمح، وأيضا مرتبطة بطريقة طحن القمح، يعني مرتبطة بشبكة الإنتاج أو شبكة الطحن، وأيضا مرتبطة هي بعملية ترطيب القمح قبل عملية الطحن. طيب اللي لازم نعرفه انه اليوم نشا خلال عملية الطحن راح نحصل على نشا محطم، يعني احنا ما فينا نتجنب خلق النشا المحطم، وايضا ما في عنا طرق هي بتسمح لنا نصلح النشا المحطم، ولا في عنا محسنات فيها تقلل من كمية النشا المحطم. خلينا نشوف هلا ليش نحن بحاجة لنعمل له ضبط للنشا المحطم بالطحين. اللي معروف النشا المحطم هو بيأثر على المواصفات التكنولوجية للطحين، بيأثر على سلوك العجينة خلال عملية الإنتاج، وبيأثر على مواصفات المنتج النهائي. يعني إذا بنبتدي بأول نقطة، النشا المحطم بيعلي من كمية امتصاص المي للطحين. هون وقت بيعلي من كمية امتصاص المي للطحين رح يأثر على ملمس العجينة وسلوكها خلال عملية الانتاج، فهون رح نحصل بعض الأحيان على عجين يكون لزج ورح يعلق على الآلات ورح يسبب مشاكل متعددة مثل ما حكينا عنها بالحلقات السابقة. النشا المحطم، ارتفاع كمية النشا المحطم هي رح تأثر كمان على عملية التخمير، رح تقوي عملية التخمير، تقوي من نشاط العنزيمات، فهون رح تأثر كمان على ثبات العجينة خلال عملية التخمير وعلى حجم وشكل المنتج النهائي. النشا المحطم رح يكون كمان عليه تأثير على مواصفات المنتج النهائي، رح يأثر على اللون وعلى الملمس المنتج النهائي. النشا المحطم هون مثل ما ذكرنا رح يزيد من سرعة الأنزيمات، لكن رح يكون عندنا سكريات حرة بكمية أعلى، وهيدا ببعض الأحيان رح يؤدي لاحمرار قوي بلون المنتج النهائي وتكسر بالمنتج إذا مثلا في حال عم نصنع بسكوت أو حلويات. طيب مشان هيك اليوم
منقول في عنا مستوى مثالي من النشا المحطم لكل نوع من المنتج النهائي. يعني إذا بنطلع على هيدا الرسم البياني اللي بيشوف فينا نسبة النشا المحطم بالنسبة لنسبة البروتينات، فينا نقول اليوم لصناعة البسكوت مثل الكوكيز نحن بحاجة الأفضل نستعمل طحين يكون عنده نسبة نشا محطم نسبيا أوطى من طحين أو من لمنتج ثاني مثل صناعة الخبز العربي أو صناعة الخبز الأجنبي، اللي هون المفضل يستعمل طحين يكون عنده نسبة نشا محطم أعلى ونسبة بروتينات هي أعلى. طيب، لكن اللي شفناه انه خلال عملية الطحن نحن رح يخلق معنا نشا محطم، شفنا انه النشا المحطم عنده عنده تأثيرات سيئة على العجينة وعلى المنتج النهائي، وقلنا انه في شيء في حد مثالي لكل منتج. خلينا نشوف هلا كيف فينا نعمل له ضبط لكمية النشا المحطم. واحدة من الطرق اللي فينا نستعملها هي آلة الأزديماتيك، هي طريقة أمبرومتركية، هي مبنية على مبدأ الطريقة اللي تطورت بواسطة ميتكلف والجيل ب 1965. وآلة الأزديماتيك هي بتيجي بتقيس قوة التقارب بين الإيود والنشا المحطم، يعني كل ما كان نسبة النشا المحطم مرتفعة كل ما كان نسبة امتصاص الإيود راح تكون مرتفعة. كيف فينا نحن نعمل التجربة المخبرية بواسطة الأزديماتيك؟ بقى علينا بأول مرحلة مثل ما عم نشوف هون نعمل تحضير للمحلول، المحلول اللي هو متألف من سيتريك أسيد، بوتاسيوم أيودين، ومن نقطة تيوسلفيت، ومنزيد عليهم 120 مليلتر من المي. من بعد ما منكون هيدا المحلول منحط الوعاء مثل ما عم نشوف هون بآلة الأزديماتيك، وبمرحلة ثالثة من مرحلة مفصلة رح نزين 1 جرام من الطحين، رح نحط من بعدها الملعقة الطحين بداخل الأزديماتيك مثل ما عم نشوف في المرحلة الرابعة، وبالنهاية رح نعمل تكوين للتجربة المخبرية. في هون عنا عدة بروتوكولات، فينا نبتدي بالستاندر بروتوكول اللي هو معروف ومعترف عليه عالميا بعدة معايير. بعد تقريبا 5 دقائق من بدء التجربة المخبرية، الأزديماتيك البرنامج الإلكتروني راح يعرض لنا النتائج على الشاشة مثل ما عم نشوف هون، ومثل ما عم نشوف على الصورة هون راح يعرض لنا النتائج بالشكل التالي. راح نحصل على نسبة امتصاص الأيود، يعني راح يعطينا نسبة مئوية مثل ما عم نشوف هون، الرقم هو 92. يعني كل ما برجع بذكر كل ما كانت نسبة امتصاص الأيود عالية كل ما كانت نسبة النشا المحطم عالية. البرنامج الإلكتروني كمان رح يعملنا تحويل لنسبة امتصاص الأيود لنتائج تاني بنسميهم اليو سي دي واليو سي دي سي، يعني هيدول سيستم تبع شوبان. فبنشوف كمان النتائج عم تنعرض على الشاشة. البرنامج الإلكتروني كمان هو مجهز بعمليات أو بحساب بعمليات رياضية بيخلينا نعمل تنبؤ لنسبة النشا المحطم باستعمال طرق أخرى مثل الطرق الأنظمية، وهون بنرمز لها بطريقة الـ ACC وبطريقة الفرع. بالإضافة لعرض النتائج بهذا الشكل، اليوم مع الأزديماتيك 2 عندنا البرنامج بيعطينا شاشة تانية بيشوف فينا مثلا نسبة النشا المحطم للطحين اللي عملنا له فحص، وبيعمل معه مقارنة مع منتجات مختلفة، ففينا نشوف لكن هيدا الطحين اللي عملنا له فحص بيناسب أي نوع من المنتج مثل ما عم شوفيكم هون على الصورة. وأيضا النوع الثالث من النتائج هو بيشوفينا لكن لازماتك تو بيشوفينا الرسم البياني لتطوير الايود وامتصاص الايود مثلا بواسطة الطحين خلال الوقت. طيب، هيدا بالنسبة لكن لمبدأ الازماتك شفنا النتائج اللي بتطلع معنا. خلينا هلا ننتقل سوا لنشوف مبدأ آلة الألفيوغراف، لكن هون هلأ رح نحكي عن طرق ريولوجية. طيب، شو منقيس بواسطة الألفيوغراف؟ الألفيوغراف هي طريقة ريولوجية بتخلينا نفحص المواصفات الريولوجية لفقيعة من العجين خلال عملية النفخ مثل ما عم نشوفها هون على الصورة كمان. طيب، شو بنستنتج لكن البيانات اللي رح نستنتجها خلال التجربة المخبرية للألفيوغراف؟
رح نستنتج هون مواصفات مثل صلابة العجينة اللي بنحكيها بالتيناسيتي، رح نستنتج بلية العجين للتمديد، مرونة العجين، وقوة الخبز. طيب لنعمل تجربة مخبرية بواسطة الألفيوغراف، الطريقة هي سهلة. نحن رح نقوم بتحضير 250 جرام من الطحين، هيدول 250 جرام رح نخلطهم مع مي مملحة، ورح نعمل خلط لمدة 8 دقائق على درجة حرارة 24. من بعد عملية الخلط رح نعمل سحب وتطوير لخمس رقاقات من العجين اللي عم نشوفهم هون. هيدول الرقاقات رح نحطهم بغرف راحة، رح نخليهم على درجة حرارة 25 ولمدة 20 دقيقة. فبالنهاية من بعد لكن 28 دقيقة بنبتدي عملية النفخ، وعملية النفخ بتصير على 20 درجة، ونسبة الرطوبة بتتراوح بين 50 والـ80. بعد عملية النفخ، لكن هون البرنامج الإلكتروني راح يعرض لنا النتائج، راح يعرض لنا الرسم البياني اللي بيشوفينا الضغط بالنسبة لقابلية العجينة للتمديد، ومن وراء هيدا الرسم البياني راح يعملنا تقييم أو استنتاج لعدة مؤشرات. من بين هذه المؤشرات راح تشوفوا، راح نحكي عن صلابة العجينة، راح قابلية العجينة للتمديد، القاسم بين الصلابة للقابلية للتمديد، مع عن مرونة العجينة وقوة الخبز. اللي بعرضه عليكم انه نشوف كيف هيدول المؤشرات بينعمل لهم حساب بواسطة البرنامج الالفيوغراف، وكيف فينا نعمل لهم تفسير. خلينا نبتدي سوا بمؤشر الصلابة، واللي بنرمز له ايضا بالبي تيناسيتي. نحن مثل ما ذكرت لكم، فينا نعتبرها هي صلابة العجينة أو كثافة العجينة. إذا بنطلع على الرسم البياني بنشوف إنه الصلابة هو بينعمل له حساب على المحور العمودي، يعني المحور واي، وهو الرقم الأعلى على هيدا المحور. إذا بنشوف لكن هون كيف الآلة هي بتعمل له حساب، هي مثل القوة اللي نحن بحاجة لها لنبتدي عملية النفخ، مثل ما عم شوفيكم إياها بالصورة هون. إذا من وجهة نظر الخبازين، نحن الصلابة أو الخباز بيفحص صلابة العجينة وقت ببلش يدوس العجينة ويشوف كثافتها وقوتها وصلابتها للعجينة. طيب اليوم هيدا مؤشر الصلابة التيناسيتي أو البي هو بيرتبط بشكل مباشر بمكونات الطحين، هو مرتبط بكمية ونوعية البروتينات، بكمية النشا المحطم، وبكمية الألياف. نطلع هلأ على المؤشر الثاني اللي بنسميه قابلية العجين للتمديد، واللي بنرمز له بالال او بالجي مثل ما ذكرنا، لكن هو بنفسره هيدا المؤشر بقابلية العجين للتمديد، والهدف منه لحفظ الغاز خلال عملية التخمير. إذا بنطلع على الرسم البياني كيف نحن بنعمل له حساب لمؤشر قابلية التمديد، هو بنعمل له حساب على المحور السطحي، يعني المحور الاكس، وهو الرقم الأعلى على هذا المحور. بالنسبة للآلة، الآلة كيف تعمل له حساب؟ هي الكمية الأعلى للهواء اللي فينا نحطها بقلب الفقيعة قبل ما تنفجر الفقيعة. فمن وجهة نظر الخبازين مثل ما عم نشوف هون بهيدي الصور، بهي عم تشوفوا عم بشدوا العجينه ويشوفوا قابليتها للتمديد. هيدا المؤشر اللي بنسميه ال او الاكستنسبيليتي هو مرتبط بحد كبير بكميه ونوع البروتينات. خلينا نشوف سوا مؤشر المروني، او المؤشر اللي بنرمز له بالاي اي الاستيسيتي اندكس. الاستيسيتي اندكس هو فينا نفهمه انه قابليه العجينه للتمديد، والعوده للمكان الاساسي وقتها بنشيل الضغط عن العجينه. طيب اذا بنطلع على الرسم البياني كيف نحن بنعمل له حساب، نحن على المحور اكس بنروح لمده لمسافه 4 سنتيمتر. على هذه المسافة رح نعمل نحن تقييم للضغط، يعني هون مثل ما عم نشوف 45، هيدا الرقم اللي بيطلع معنا رح نقسمه على الضغط الأعلى ونضربه ب100، بيصير عندنا هو يعطى بنسبة مئوية. خليني شوفيكم هون بهيدا المثل
أهمية هيدا المؤشر الإلاستيسيتي إندكس. بهيدي الدراسة كان عندنا نوعين من الطحين عندهم نفس أرقام الصلابة يعني للبي ونفس أرقام قابلية التمديد. اللي منلاحظ فيه إنه هن بيختلفوا بمؤشر المرونة. هون إذا أخذنا طلعنا على العجين باللون الأزرق عنده مؤشر مرونة 45% أوطى من العجين الطحين البرتقالي، وبالنهاية رح يعمل لنا لكن فقيعة أكبر بما إنه المرونة هي أضعف. بالنسبة للطحين البرتقالي اللي بيعطينا مؤشر 60% وبالنهاية رح يعملنا فقيعة أصغر. هيدا المؤشر بيساعدنا لنتنبأ بشكل مباشر بشيء عملي أو يومي بيصير معنا على خط الإنتاج، مثلا بقطر الخبز العربي أو بقطر البيتزا. يعني مثل ما عم نشوف هون اليوم الطحين اللي عنده مؤشر المرونة الأوطى بيعطي الفقيعة الأكبر، وبالنهاية حجم البيتزا أو حجم الخبز العربي أو قطر الخبز الأكبر بالنسبة للطحين البرتقالي اللي كان عنده مؤشر عالي وبالنهاية قطر أضعف. نوصل لآخر مؤشر مرتبط بالفيوغراف. نحن هون عم نحكي عن قوة الخبز أو بنرمز له بالدبليو. الدبليو مثل ما قلنا هي مثل الطاقة اللي نحن بحاجة لها لنعمل عجن أو خلط العجين، خلط الطحين لنوصل للعجينة المثالية. طيب على الرسم البياني هون الدبليو هو السطح اللي موجود يعني تحت الرسم. هيدا المؤشر الدبليو هو كمان مرتبط بشكل أساسي بمكونات الطحين، مرتبط لكم بكمية البروتينات ونوعيتهم، مرتبط بالنشا المحطم وبكمية الألياف. لكن اللي شفناه هلا شفنا عملنا عرض للتحليلات التركيبية والتحليلات الريولوجية، شفنا البيانات اللي نحصل عليها من كل تحليل. خلينا هلا نشوف سوا بعض الاستراتيجيات كيف فينا نخلط المؤشرات التركيبية والمؤشرات الريولوجية لنحن نعمل تحسين لاختيار المواد الأولية ونعمل تقييم لأداء الطحين. فبهذه الطريقة فينا نحن نستغني أو إذا ما كان عندنا إمكانية نعمل التجارب المخبزية. طيب أول استراتيجية رح أعملكم عرض لها هي رح شوفيكم كيف فينا نحن نعمل اختيار مثلا سليم للقمح وبعض قصور الطحين خلال عملية الطحن. طيب بهيدي الدراسة كان هدفنا نقوم نعمل تقييم للعلاقة اللي بتربط بين المؤشرات، بين المؤشرات التركيبية والمؤشرات الريولوجية. هيدي الدراسة مبنية على باستعمال 150 عينة من الطحين الأبيض، والنتائج اللي طلعت معنا أظهرت التالي. أظهرت أنه في عنا علاقة مثل ما عم نشوف هون، علاقة قوية بين نسبة البروتينات اللي عم شوف فيه كونها هون وقابلية العجينة للتمديد يعني اللي بنرمز لها بالمؤشر L، وفي عنا كمان علاقة قوية بين نسبة البروتينات وقوة خبز العجين. اللي شفناه كمان هيدي الدراسة أظهرت إنه في عنا علاقة قوية بين نسبة النشا المحطم وصلابة العجينة، وعنا كمان علاقة بين نسبة النشا المحطم وقابلية العجينة للتمديد. يعني هون راح نشوفها هي علاقة معاكسة. وأخيرا شفنا إنه في عنا علاقة بين نسبة الرماد وصلابة العجينة. طيب من وجهة نظر الخبازين اليوم وقت بيكون في عندنا نسبة استخراج عالية للطحين خلال عملية الطحن، هيدا راح يكون مرتبط بشكل مباشر بنسبة نشا تالف مرتفعة وبنسبة رماد مرتفع. هيدا راح يكون دغري، يعني هيدي النسب التركيبية راح تأثر مباشرة على المواصفات الريولوجية. هون بأكثر الأحيان راح نحصل على عجين يكون عنده صلابة مرتفعة ويكون عندنا ضعف بقابلية العجين للتمديد. طيب سؤال اليوم، كيف اليوم المطاحن فيها تستعمل النتائج التركيبية لتعمل تحسين لأداء الطحين وبالنهاية تحسين لاختيار المواد الأولية؟ المعروف اليوم خلال عملية الطحن نحن راح نحصل على عدة
أنواع من كسور الطحين. هيدي الكسور تبعول الطحين، وبالنهاية مجموع الكسور هو بشكل الطحين النهائي. طيب هيدي الكسور هي رح تكون مختلفة بنسبة مثلا البروتينات، نسبة النشا المحطم، ونسبة الرماد. اليوم الخبازين مثلا والمطاحن أيضا فيهم يعملوا تحسين لأداء الطحين، وتحسين باختيار المواد الولية بواسطة إقصاء مثلا الكسور اللي بيأثر سلبيا على المواصفات الريولوجية للطحين وللعجين. فهون لكن عندنا أول استراتيجية هي اللي بتبتدي من اختيار المناسب للقمح، وأيضا خلال عملية الطحن بنعمل إقصاء للأشياء اللي بتأثر سلبا، يعني من وراء معرفة التركيبة بالنسبة للرماد ولا النشا المحطم صرنا بنعرف تأثيرهم على المواصفات الريولوجية، وبنعمل إقصاء للكسور اللي بتأثر سلبيا. خليني هلأ شو فيكم استراتيجية تانية، كيف فينا نستعمل جهاز الألفيوغراف كمان لنعمل هون خلط للحبوب القمح أو خلط للطحين. بهيدا المثل عم نحكي دغري مباشرة عن خلط الطحين بين بعض. طيب اللي هون رح شوف فيكم كيف فينا اليوم برنامج الألفيوغراف هو رح يتنبأ بشكل مباشر بنتائج الخلط. يعني هون الهدف اليوم كنا عم نخلط 3 أنواع من الطحين، 25% من الطحين السي مع 50 من الطحين البي مع 25 من الطحين الألف، ومثل ما عم نشوف هون البرنامج تبع الألفيوغراف قادر يعمل الحساب لنتيجة هيدا الخلط، وبالنهاية لكن الخبازين فيهم يستعملوا هيدي الوسيلة ليعملوا تحسين لأداء الطحين، يعني من وراء خلط عدة أنواع من الطحين، وبالنهاية تحسين للمواد الأولية. بالمثل الثاني كمان رح نشوف هون كيف فينا نستعمل برنامج الألفيوغراف لنعمل حساب لأفضل خلط. فالهدف هون تبعولنا هو أفضل خلط لنوصل لطحين مثالي يكون عنده مواصفات ريولوجية قريبة لل 250 من حيث قوة الخبز. يعني مثل ما عم نشوف اليوم لكن الخبازين فيهم يستعملوا جهاز الألفيوغراف لحتى يعملوا الخلط لعدة أنواع من الطحين بالطريقة الأفضل. فهون مثل ما عم نشوف بهيدا المثل، لكن الجهاز بيقول لي أنا لازم أخلط 31% من الطحين بي مع 69% من الطحين ألف لا حتى أوصل للرقم المثالي، لشيء قريب من الرقم المثالي اللي هو قوة الخبز ب 250. فكمان هون لكن هيدي طريقة تانية، طريقة خلط الطحين لنوصل للمواصفات الريولوجية الأمثل. هيدي المواصفات الريولوجية بتعطينا أداء جيد للطحين، وبالنهاية نحن عم نعمل تحسين للمواد الأولية. بآخر مثل رح شوف فيكم كيف فينا اليوم نستعمل كمان في حال يعني اليوم تعذر علينا تنقية القمح، تعذر معنا خلط أنواع من الطحين، في حال عنا بالنهاية حصلنا على طحين ما بيراعي المعايير الداخلية، الطريقة الثالثة هي بتكون باستعمال المحسنات. طيب بهيدي الصفحة عم شوف فيكم لائحة من المحسنات اللي تستعمل بشكل عام بمصانع الخبز، وعم نشوف بنفس الوقت تأثيرها على المواصفات الريولوجية تبع الألفيوغراف، يعني قوة الخبز، صلابة العجينة، وقابلية العجينة للتنديد. اليوم كمان لكن في حال الخبازين كانوا عندهم عم بيستعملوا طحين ما عنده أداء جيد، بإمكانهم يشوفوا هالنتائج، يستعملوا هيدي المحسنات أو أكثر من هيدي المحسنات لا يعملوا تحسين بالمواصفات الريولوجية، وبالنهاية الوصول لنعمل تحسين والوصول للشيء للمادة الأولية الأمثل بالنسبة لصناعتنا، بالنسبة للمنتج النهائي تبعولنا اللي عم نبرم عليه. لكن شفنا لكن الطرق التركيبية والريولوجية، شفنا عدة أنواع من الاستراتيجيات. فنحن هلأ أنا بوصل للختام بهذه المرحلة، رح أعمل تذكير ببعض الاستخلاصات. لكن مثل ما شفنا اليوم تحسين اختيار المواد الأولية هو رح يبتدي بتحديد هدف لإلنا، مثلا يمكن يكون منتج نهائي معين،
وقتها بنحدد هيدي المنتج النهائي، لكن بالنهاية المادة الأولية أو الطحين الأمثل هو بيكون الطحين اللي بيناسب صنع هيدا المنتج النهائي. وقتها نحن بنوصل نقدر نعمل تقييم لمؤشرات هيدا الطحين، فعلينا الحفاظ على هيدا المؤشرات على ثباتها خلال الوقت من أجل الحصول على تكرارية عالية بالإنتاج وجودة منتج نهائي ثابت خلال الوقت. التحدي اللي راح يكون عندنا موجود خلال هذا العمل هو القدرة على إقامة العلاقة بين الطرق المستعملة، الطرق المخبرية المستعملة. مثل ما شفنا اليوم الطرق الريولوجية هي بتسمح لنا نفهم سلوك العجينة خلال الإنتاج، بينما الطرق التركيبية هي راح تسمح لنا نشوف شو هن المكونات، تأثير المكونات يعني الطحين وتأثيرهم على المواصفات الريولوجية. وقت الهدف تبعنا لكن مثل ما شفنا بيكون محدد، وشفنا الآليات بتكون مفهومة يعني الصلة بين التحليلات التركيبية والريولوجي. في عنا بعدين عدة حلول، عدة طرق أو استراتيجيات فينا نستعملها لنعمل تحسين لأداء طحين غير جيد. اليوم شفنا عدة حلول. الحل الأول مثلا بيبتدي من البداية باستعمال القمح المناسب، أو إذا في حال كمان نحن بحاجة فينا نعمل خلط لعدة أنواع من القمح، فينا نشتغل مثلا مثل ما شفنا نعمل إقصاء لبعض الكسور اللي بتأثر سلبيا على أداء الطحين يعني خلال عملية الطحن. وبالنهاية اللي شفناه كمان فينا إذا كل هالاحتمالات اللي ذكرتها بالبداية مش قادرين نحن نتحكم فينا نوصل للنهاية ونستعمل مع بعض المحسنات اللي بتجي راح تأثر بشكل إيجابي هالمرة على أداء الطحين لحتى نتمكن من إنتاج منتج نهائي يكون عنده جودة بتراعي المعايير الداخلية. فبوصل للختام بهذه الحلقة. أنا بشكركم جميعا على حضوركم، وهلا راح أكون مستعد لأتلقى بعض الأسئلة إذا كان عندكم موجود، إذا كان موجود عندكم أسئلة. شكرا شكرا جميعا. راح أخذ بس بعض ثواني لأطلع على الأسئلة الموجودة. شكرا. يمكن يكون عندي سؤال من روان. روان تفضلي، ما تفضلي إذا فيك تسألي السؤال بالشات، ما بعتقد فيك تاخذي المايكروفون. روان في عندك سؤال شيء؟ روان اوكي وصل لي السؤال تبعه لك، لكن روان عم تسأل سؤال كيف في المطاحن يظبط، اذا عم بفهم السؤال بشكل جيد هو كيف يعملوا تحسين لنوع الطحين. هون الازدماتيك. اوكي روان، هون مثل ما ذكرنا الازدماتيك، لكن نحن الهدف منا قلنا اول شيء حتى نقول انه الاداء الجيد للمنتج للطحين هو رح نشوفه في اذا بنعمل عمليه خبز، يعني فينا نعملها بطريقه مباشره. واللي عرضناه انه الطرق البديله اللي هي فيها تكون على المواصفات الريولوجيه وباستعمال كمان التحليلات التركيبيه. طيب لنقول اذا نحن حددنا هدف لنوع من معين من الطحين هو الهدف الريولوجي تبعوله بالالفيوغراف، هلا كيف فيها الازماتك تيجي تساعد؟ مثل ما ذكرنا هون الهدف تبعولنا نعرف العلاقه لنقول بين التحليلات التركيبيه والتحليلات الريولوجيه. اللي شفناه مثلا اليوم الازماتك بيقدر يساعد المطاحن بشكل سريع فيها تفحص كميه النشا المحطم بهدول الكسور اللي بيحصلوا عليهم خلال عمليه الطحن، يعني وقت نحن بنعمل طحن عندنا كذا نوع من كذا طحين، فبالنهايه مجموعهم بشكل الطحين النهائي، فينا نفحص لكل كسر من الطحين نسبه النشا المحطم، واذا لنقول عم نقارن هيدي النتائج بالنسبه لصلابه او قابليه تمديد او قوه خبز،
ما بنعرف، لكن اذا نحن بدنا نعلي قابليه العجين للتمديد، ما نحن ما لازم مثلا نجي نزيد كسور من الطحين اللي بتاثر سلبا، يعني بتكون عندها كميه نشا محطم عاليه. يعني مثل ما ذكرت هون، الهدف نعمل الصله بين التحليلات التركيبيه والريولوجيه. اذا بدنا نفحص بوسط الازدماتي في الكسور، يعني فينا نشوف كميه النشا المحطم، نعمل نحن بشكل عام نفهم كميه النشا المحطم بكل نوع من الكسر. واذا هدفنا مثلا نقول نوطي من صلابه العجينه، فنحن فينا نعمل اقصاء لهدول الكسور اللي بيكون عندهم كميه عاليه من النشا المحطم. فما بعرف، ان شاء الله اكون انا رديت على سؤالك بشكل واضح. عندي سؤال تاني من حسن. حسن، أكيد في، أنا أعطيك ملف مراجع علمية عن المواضيع اللي عرضتها، بس إذا فيك تحدد لي أكثر شو هني النقط اللي حابب تعرف عنهم أكثر. يعني أنت حابب تعرف عن الأزدماتيك، عن الأجري تشيك بلس، عن الألفيوغراف، أو عن الاستراتيجية اللي فينا نستعملها لنعمل تحسين لاختيار المواد الولية وتقييم لأداء الطحين. بس أعمل معروف إذا فيك تحدد أكثر سؤالك. سؤال تاني هون. طيب، عندي سؤال تاني من روان، إذا عم بستوعب، لكن في عنا هون طحين زهرة وطحين زيرو وطحين زيرو زيرو. كيف فيهم يميزوا بين هيدول الانواع؟ بقى اذا بنرجع لنفس الفكره، هيدول الانواع الطحين عندهم مثلا استعمالات لمنتجات نهائيه يمكن تكون مختلفه. فاذا فيكي بس حددي لي روان، فاللي مثل ما ذكرنا، نحن اذا في حال مش قادرين نعمل تجارب خبز مخبريه، فينا نستعمل وسائل اخرى مثل الريولوجيه. فكمان هون وقت نحن بنحكي عن ثلاث انواع من الطحين، زيرو زي زهره زيرو وزيرو زيرو، فينا كمان نعمل لهم تقييم شو هيدول فينا مفهومهم بالنسبه للنشا المحطم، نعمل لهم تقييم بالنشا المحطم، وبنصير نعمل مواصفات على هذا الاساس لكل نوع من الطحين، يعني كي يكون زهره زيرو او زيرو زيرو. فبالنهايه بعتقد هدول مرتبطين بمنتج نهائي، بمنتجات نهائيه مختلفه. في سؤال آخر. أوكي، السؤال هون عم يتوضح من روان، يعني قديش روان عم تسأل قديش لازم يكون نسبة النشا المحطم لكل نوع من الطحين، الزهرة والزيرو والدبل زيرو أو الموحد. بصراحة روان، هون معلوماتي راح تكون محددة، يعني إذا فيك تساعديني بس تقولي لي استعمالاتهم لهيدول انواع الطحين، يعني احنا عم نستعمله لنصنع بشكل عام خبز عربي، واذا فيك بس تقولي لي كيف استعمالاتهم، اذا كانوا منتجات مختلفه. فبالنهايه انه حسب الاستعمال، نحن لازم مثل ما ذكرنا لازم يكون عندنا كميه نشا محطم مثاليه بالنسبه للاستعمال النهائي. حسن، ايه اكيد، اللي مثل ما ذكرت لك راح ابعث لك معلومات عن الطرق اللي انعمل لها عرض اليوم، عن الازدماتيك والالفيوغراف والاجري تشيك، كل هيدي المراجع الموجوده عندنا. وما تتردد كمان اذا تطلع على الويب سايت تبع الكي بي ام، ففي معلومات كبيره يعني عن الطرق اللي عرضتها اليوم. سؤال اخر. عندي سؤال من رنين عن فحص النشا المحطم، فهل هو من الطبيعي يكون النشا بالطحين الزهرة اللي هو رماد أقل، تحطم نشا هو عنده رماد أقل، أو بالمقابل تحطم نشا أقل، أم شو التفسير المنطقي؟ يمكن مش استوعبت كثير السؤال، رح أرجع أقريه مرة ثانية إذا سمحتوا لي.
يعني هون بالنسبة لتحطم النشا، يعني لنسبة النشا، وإذا بدنا نعمل له ربط بين نسبة الرماد مع نسبة الرماد، يعني بشكل عام مثل ما ذكرناه، كل ما نسبة الاستخراج اللي يعني ذكرناها بالصفحة اللي موجودة هون. كل ما عملنا نسبة استخراج للطحين أعلى، عندنا بشكل عام نسبة رماد أعلى، وبنفس الوقت نسبة نشا محطم أعلى. برجع كمان مثل بركز، يعني الأشياء اللي بتأثر على نسبة النشا المحطم هي صلابة الحبة وطريقة الطحن، يعني من بداخل الطريقة هو جدول الطحن ونسبة الترطيب. فبشكل عام وقت بيكون عندنا استخراج عالي، عندنا نسبة رماد عالية ونسبة نشا محطم أعلى. هلا في حال بالنسبة للمقارنة لعدة أنواع من الطحين، يعني بين طحين الزهرة والطحين الموحد، الأفضل إذا فينا نتواصل من بعد الندوة وتبعتي لي نتائج، فبعتقد هيدا المكان والوقت المناسب أفضل من الندوة. هون لازم نطلع على نتائج وأشوف إذا في خلل بالطريقة أم لا، ونعمل فحص يكون معمق أكثر للنتائج. طيب، في سؤال بعد كمان من رنين. طيب هون إذا رح مثل ما ذكرت رنين، بعتقد الأفضل نتواصل ونشوف النتائج، لكن إذا هو هون اليوم خبز الزهرة هو لصناعة الكيك والموحد لصناعة الخبز العربي، فبالنهاية إذا بنطلع نرجع لهون لهيدي الصفحة اللي عرضت لكم إياها، بشكل عام إذا بدنا نقول الكيك هو قريب على يعني بعد هيدي لهون، إذا بدنا نحط الكيك بمنطقة الحلويات بشكل عام، إنه هون لكن الأفضل ناخذ نبتدي من قمح يكون عنده نسبة بروتينات واطية مثل ما عم نشوف هون على الرسم البياني، وبنفس الوقت هيكون عندنا نسبة نشا محطم، بما انه نسبة البروتينات هي اقل تلقائيا من خلال عملية الطحن رح يخلق عندنا نسبة نشا محطم اوطى، فهيدا يعتبر الافضل لصناعة الحلويات اذا طريقة الكيك هي بتنعمل هي قريبة على البسكوت او الاشياء الحلويات مكتوبة هون. هلا بالنسبة للخبز العربي بشكل عام هي نسبة البروتينات اعلى، فتلقائيا رح تكون نسبة النشا المحطم رح تكون أعلى. هلا إذا النتائج اللي عم تطلع معك رنين هي معاكسة مثل ما ذكرت، الأفضل نرجع نشوف من تحت الهواء، نشوف النتائج اللي طلعت معك، وإذا في كيف نقدر نشرح هيدي النتائج ونشوف وين الخلل. طيب سؤال آخر. في سؤال من روان عم ترجع توضح أكثر عن الدوبل زيرو، مثلا الدوبل زيرو والزيرو هني للبيتزا، وبياخذوا والزهرة هو كيك وبسكوت، الكيك وبسكوت والموحد عام بيكون الخبز العربي. بقي لك أنا هون إذا بدنا نرجع مثلا للزهرة، إذا عم نعمل كيك يعني هون عندنا نسبة استخراج ضعيفة، إن شاء الله تكون الأمور واضحة ليكون روان ورنين. يعني للكيك بشكل عام نسبة قمح عنده نسبة بروتين ضعيفة، فبنفس الوقت نسبة نشا محطم واطية نسبيا. وإذا بنحكي لكن بعدين عن البيتزا والخبز العربي، هون معي ما بعرف إذا البيتزا هي تقريبا قريبة مواصفاتها على التورتيا هون، بس راح يكونوا قريبين مع الخبز العربي، بما انه هون عنده نسبة بروتينات عالية وراح يكون بشكل عام نسبة نشا محطم اعلى. طيب سؤال اخر، بعتقد هيدا ياخذ سؤال. ارجع اقرا بس اذا سمحتوا لي اخذ وقت لاقرا السؤال لارد بشكل سليم.
بيكون عندهم الأزدماتك. هلا أنا بشوف مطاعم اللي عندهم الأساسي وشكلهم حسب نسبة النشا المحطم. لأن تعرف شو الأفضل الطريقة المثالية مثلا هون عند المطاحن لنقول إذا بدهم يعملوا تقييم لمواصفات بهني الأفضل مثل ما ذكرنا يربطوها بسلوك العجينة ومن بعدها يعملوا تقييم لمواصفة الطحين اللي بتناسب شبكة الإنتاج تبعولهم. فهون لنقول إذا بدنا ناخذ حلويات بالأفضل أول شغلة ينقوا يعملوا اختيار سليم للقمح، يعني ياخذوا قمح بنسبة واطية مثلا نسبيا من البروتينات. كل ما بدهم يعملوا مثلا الخبز العربي بقى لازم يكون نوع القمح مختلف، واذا بدهم ياخذوا خبز اجنبي يكون نوع القمح كمان مختلف بنسبه البروتينات، وبنفس الوقت تلقائيا راح يكون مختلف بنسبه النشا المحطم. هلا هون في بعض الاحيان هيدي او الافضل شيء والاسهل شيء اللي يبتدوا فيها المطاعم. هلا في حال مثلا عندهم كميه انواع قمح محدده، فهون لكن راح يجوا اذا بدهم يعملوا مثلا مؤشرات مبنية على الأزدماتك، يعني يكون عندهم نشا محطم مختلف. فهون وقت بيجوا بيعملوا عملية الطحن، بالعملية الطحن راح يفرزوا عدة كسور من الطحين. بهون لكن فيهم إذا حددوا بيعرفوا هن المواصفات النهائية للطحين اللي عندهم هدف يوصلوا له من النشا المحطم، بهون مثل ما ذكرت فيهم يعملوا إقصاء لبعض الكسور لحتى يحصلوا على الهدف تبعولهم. يعني إذا كان الهدف لنقول نحصل على كمية واطية من النشا المحطم بشكل طبيعي، هون آخر كسور الطحين يعني بتكون غنية بالرماد وبالنشا المحطم راح يعملوا لهم إقصاء وحي، والطحين النهائي راح يكون بس مؤلف من الطحين وهو الأكثر بياضا. بس بنفس الوقت هون يعني عملية الاستخراج ووطت مع المطاحن، فهون لكن راح الهدف يشوفوا التوازن بين إقصاء بعض الكسور والوصول للمؤشرات النهائية المناسبة للطحين. طبعا ما بعرف إذا رديت بطريقة واضحة على السؤال، في حال الأمور ما كانت واضحة فينا نرجع نتواصل من بعد الندوة تحت الهواء. إذا في بعد أسئلة ما تترددوا، رح أعطي بعض ثواني وبختم الحلقة. كل ما ذكرنا برجع بردد الأزدماتك هي سهلة، يعني فينا نعمل عليها مواصفات هي تحليل للتركيبة، بس الأفضل ينعمل لها دمج مع طرق تانية مثل الريولوجيا، طرق ريولوجية لحتى نقدر نتنبأ بشكل أفضل أو أقوى بين مواصفات الطحين والمنتج النهائي. يعني كل شيء مثل ما ذكرنا بيبتدي من المنتج النهائي، وبعدين بعمل الصلة للاقي شو هي المادة الأولية أو الطحين المناسب للمنتج النهائي. نوصل لهالمنتج النهائي برجع بذكر حكينا بثلاث أنواع من الاستراتيجيات: اختيار القمح بشكل مناسب يعني للمنتج النهائي، هون عم نشوف إذا بدنا نعمل بسكوت قمح عنده نسبة بروتين لازم تكون أوطى ونشا محطم أوطى، حكينا عن استعمال خلط الطحين كمان إذا عنده نسب مختلفة، وشفنا استعمال لكن تعديل بشبكة الإنتاج الطحين، وأخيرا شفنا باستعمال بعض المحسنات. كله هيدا بيبتدي من هدف، هدف تبعولنا المنتج النهائي، هدف تبعولنا شو هي المواصفات لكن الطحين، وبعدين الهدف تبعولنا نعمل له تكرارية للإنتاج. طيب إذا ما في عندكم أسئلة لليوم، أنا بشكركم جميعا وبقول لكم إلى اللقاء مع الحلقة القادمة. شكرا شكرا جميعا.